والام بيجاه هي عيانه، يا سلام. فزعل جدا من حركه انه يقفل تلفونه في وقت زي ده، تحس في خاطر الوقت اللي قصدك؟ احتاجه. ايوه، تحس في الخاطر. فقام مشى له، اضطر مشى له البيت، قال له والله يا اخي صهيب ده طلع، طيب طلع ما معروف. في النهايه الواد الام مريضه جاء البيت، لقى انه الدواء موجود في البيت، اجاب الدواء ده منه؟ قالت له صاحبك محمد. اتضح انه صاحبه محمد لما وين كان جاب الدواء؟ هو باع تلفونه. يا سلام. يعني كان مقفول ما عشان ايوه مرات احنا ممكن في الاول افتكروا انه خلاص يعني رافض انه يساعده او كذا، لحظه ما احتاج له وما لقاه، بالعكس هو يظن السوء. ايوه، مرات عندنا مرات حتات صغيره زي دي ممكن تفقدنا الصداقه يعني. ايوه، الاستعجال أو عدم فهم الاستعجال في رده الفعل. كيف نقدر نحافظ عليها؟ نقدر نعالج او نحافظ على الحاجه دي زي ما ذكرت قبل لمحمد وناهد، انه نحن دائما نرجع لتاريخ العلاقه. يعني انت لما تجي تغرر خلاص انه انا انهي العلاقه دي بسبب الموقف، ترجع للمواقف القديمه، للتاريخ، الفترة الزمنية اللي عشناها فيها، المواقف اللي قبل كده، فما طوال أنا أقرر. الاستعجال هو اللي ممكن يكون مضر في الحاجة دي. تتريس، تشوف الحاجة دي ممكن تتعالج كيف، فما تقرر في يوم من الأيام أنك صديقك اللي أنت عشت معه أحلى أيامك تقوم تنهي العلاقة دي بسبب حاجة يعني جابوها ليك، أو حتى حاجة شفتها بعينك، بعد تتأكد وشوف الحاجة دي حصلت ليه، بعد ذاك أنا أبادر بردة فعلي.